بنتكلم عن خصائص في القطن نفسه جودتها عالية جدا، بنتكلم عن خطة تطوير زي ما حضرتك أشرت، هي مش مقتصرة على محافظة بعينها ولا المحلة بس، ممتدة في الكثير من المحافظات. تطوير مهارات العمال عشان نقدر بقى ندفع هذه الخطة قدما. أنا بحييك الحقيقة السؤال ده، لأن الناس كلها بتتساءل. يعني إحنا كان عندنا إشكالية زمان في منتجنا، سواء في جودته أو في تغليفه أو في تسويقه. لما إحنا وضعنا الخطة الحقيقة إحنا رعينا فيها كل العوامل. رعينا فيها إن المكان اللي جاي ده محتاج عمالة مدربة ماهرة، وبالتالي كان من ضمن الخطة في 1 مليار جنيه محطوط مدروس لاستيراد مراكز تدريب، واحد في المحلة وواحد في كفر الدوار، لتدريب العمالة على المكان اللي جاي، ويدربوا الناس الشركات اللي مصنعة هذا المكان عن طريق الخبراء والفنيين المتخصصين. وبالفعل المركز وصل في مدينة في شركة المحلة، واتدربت العمالة عليه اللي بشغلة حاليا مصنع 4، وبقى عندهم قدرة فائقة على التعامل مع الآلات والماكينات الحديثة، لأن المكان اللي جاي ده هو تصنيع 2023، يعني أعلى تحديث للماكينات في صناعة الغاز والنسيج والملابس الجاهزة في العالم، ومن أكبر الشركات العالمية المتخصصة في صناعة هذه المعدات والآلات. العمالة قبل ما بتروح تتدرب بيحصل لها اختبار تيست، يصلح ولا لا يصلح لأنه هو يروح الحتة دي أو ما يصلحش يروح الحتة دي. الحاجة التانية كمان الإدارة، هل فكرة الإدارة هنفضل زي ما احنا بنتهم دائما ان انتوا بتديروا بنظام الشمولية والنظام والكلام ده؟ الحوكمة. لا، الحوكمة، حوكمة الإدارة. فكان من ضمن نفس الخطة هي حوكمة الإدارة بما يتماشى مع النظم العالمية الجديدة في الإدارة. فتم حوكمة الإدارة بنفسها، حتى الناس كانت بتتساءل انتوا بتدوا الناس مرتبات عالية ليه؟ ما هو انت اما تروحي لحد كويس مش هيجي لك حد كويس لما ياخد راتب كويس، ولو عايز تفضل تشتغل بنفس الطريقه بقى اللي هي مش جايبه همها اديله راتب قليل وخلاص، اديله راتب قليل وخلاص، يبقى انا بادي دور. عشان كده الجوده اللي طالعه من مصنع 4، هو ليه مصنع 4 زي ما قلت لحضرتك محجوز ل 31 يناير انتاجه في 2025؟ لان الجوده والتقنيه عاليه جدا، وبالتالي عنده طلبات تصدير وطلبات للسوق المحلي مش ملاحق. يعني انا كنت قاعد مع رئيس شركة القبضة وبتكلم معاه وبقول له ايه الاخبار في المصنع 4 اللي اشتغل ده، قال لي جودة حاجة طالعة كده، حاجة تفرح. ده كلام مبشر جدا، حاجة تشرح. وبالتالي لما مصنع واحد كمان يشتغل هيبقى بقى هيوفر عملة صعبة نتيجة اللي بيتم استيرادها من الخارج. كمان عندنا مصنع غزل هيفتتح قريبا وما عليهوش تسليط الضوء في شبين الكوم. الخطة متكاملة في ايه؟ في أماكن تعمل غزل، أماكن أخرى تعمل نسيج، أماكن أخرى محافظات تاخد النسيج تعمله جينز زي دمياط، أماكن أخرى تعمل قميص زي كفر الدوار، أماكن أخرى تعمل فوط زي حلوان. يعني عايز أقول لحضرتك إن الحقيقة لأول مرة وأنا دايما أقول كده باللغة الدارجة كده بما أنني بمثل عمال، إحنا فلتنا. يمكن لو كنا استنينا لحد النهاردة ما كانش شركاتنا دي اتطورت. إحنا باللغة الدارجة كده فلتنا بالتطوير ده، وخلاص تقريبا البنية. يعني أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، المكان وصل. واللي مؤخرنا في تركيب المكان في بعض المحافظات في بعض المصانع هو البنية التحتية كانت متأخرة نتيجة عدم وجود عملة للمقاولين ان هم يكملوا يشتغلوا. لكن الحقيقة الدولة مشكورة، وانا دايما اقول ان الحقيقة اللي اطلق شرارة تحديث صناعة الغاز والنسيج وكان قرار جريء ويشكر عليه هو الرئيس السيسي عندما اعلن في احتفالية عيد العمال في 2019 في مدينة الإسكندرية باعتبار مشروع تحديث الغزل والنسيج مشروع قومي. فهو له الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى مع الحكومة المصرية، مع وزارة قطاع الأعمال العام، مع الشركة القابضة. الحقيقة دي منظومة كلها بتشتغل. يعني عايز أقول لحضرتك على حاجة، لأول مرة كنا دايما بنشتغل في جزر منعزلة عن بعض. يعني إيه؟ الصناعة دي بيشترك فيها مين؟ وزارة الزراعة، قطاع الأعمال العام، وزارة المالية، وزارة التخطيط، وزارة العمل. كنا الأول بنشتغل كل وزارة في حتة،
إلى أن تم تشكيل لجنة الحقيقة ضمت كل الوزارات المعنية دي تشتغل في نظام تكاملي، وده الحقيقة اللي بدأ ثماره يعني يظهر إلى النور. وإحنا إن شاء الله بإذن الله عندنا أمل، وأنا دايما أقول قولا واحدا القطار انطلق والسفينة أبحرت ولا عودة لورا. طيب ده كلام حلو. حتى فكرة تفسير الوقت الزمني اللي استغرقناه مفهوم، لأنه إحنا قعدنا سنين من التسعينات وإحنا شبه راضين بأن صناعة الغزل والنسيج يعني تراجعت، ما كانش فيه أي محاولات لتطويرها ولا في البنية التحتية ولا في المكان ولا في تخصيص الأراضي ولا في إعادة تشغيل المصانع. النهاردة ده كله بيتغير، فده بياخد وقت.